السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي، ومع أحدث أجهزة نوكيا من الفئة المتوسطة هو جهاز X20 الداعم للـ5G. أكثر ما يميز أجهزة نوكيا بصفة عامة هي الواجهة، واجهة نوكيا نفسها قريبة جدا من الخام. ترقيات النظام، أجهزة نوكيا تدعم حتى 3 سنوات من نظام الأندرويد، بالإضافة إلى التحديثات الأمنية الشهرية. بلاش أطول عليكم، خلينا نستعرض هذا الجهاز مع بعض. خلونا في البداية نشوف محتويات العلبة. فبكل تأكيد عندنا جهاز X20، كذلك دبوس الشريحة، بالإضافة إلى دليل التعليمات، كيبل شحن USB Type-A لType-C، وكفر حماية للجوال. نوكيا ما حطت شاحن داخل العلبة وبتقول إنها استبدلته بكفر الحماية. يأتي جهاز نوكيا X20 بوزن 220 جرام تقريبا باللون الأزرق، ويأتي من الجانب الأيمن زر رفع وخفض الصوت وزر التشغيل المدمج فيه بصمة الإصبع سريعة الاستجابة. أما من الجانب الأيسر عندنا زر الوصول السريع لمساعد جوجل. بالنسبة للمنافذ، من الأسفل عندنا منفذ تايب سي للشحن ومنفذ السماعات 3.5. خلونا الآن نتكلم شوية عن المواصفات ونبدأ بالشاشة. يأتي الجهاز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة وبدقة 2400x1080 بكسل، مغطاة بطبقة حماية غوريلا جلاس 5. تستحوذ هذه الشاشة على 82% من الواجهة الأمامية، فنلاحظ بعض الحواف الكبيرة بالأسفل وعليه شعار نوكيا. بمنتصف الشاشة بالأعلى توجد الكاميرا الأمامية، كاميرا السيلفي 32 ميجا بكسل، تدعم الزاوية الواسعة، تقدر تسجل فيديو بجودة 1080 بمعدل 30 إطار بالثانية. أما من الخلف عندنا كاميرا رباعية الأساسية 64 ميجا بكسل وتدعم الزاوية الواسعة، واللي تدعم الزاوية الواسعة للغاية 5 ميجا بكسل، والخاصة بالماكرو 2 ميجا بكسل، وأخيرا عدسة الدبث 2 ميجا بكسل. من خلال هذه الكاميرا تستطيع تصوير فيديو بجودة 1080 Full HD بمعدل 60 إطار بالثانية. طبعا هذه الكاميرا تدعم أكثر من وضع للتصوير، خلينا نشوف بعضها مع بعض ونختبر دقتها. هذا يا أخوان تجربة تصوير الفيديو من الكاميرا الخلفية بجودة 1080 60 إطار بالثانية. وهذا الوضع الجميل اللي تتميز فيه جوالات نوكيا الأخيرة، وهو وضع السينما. وهذا الوضع للعدستين الخلفية والأمامية. طبعا تقدر تسوي زوم، ما عندك اي اشكالية في الموضوع. سنة عشان ماسك هذه باليد الثانية فما اقدر اسوي زوم على الشاشة. كده تقدر تصور بالعدستين، ما بيفوتك اي لحظة. اما بالنسبة للعتاد، الجهاز مزود بمعالج من شركة كوالكوم وهو السناب دراجون 480 8 نانو والداعم للـ5G، كذلك مزود ب 8 جيجا رام من نوع الـ LPDDR4X ومساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت. الجهاز يدعم شريحتين أو شريحة وبطاقة ذاكرة خارجية حتى 512 جيجا بايت. الجهاز يعمل بنظام الأندرويد 11 ويدعم البلوتوث 5.0 ويدعم الـ NFC، ويحمل بطارية بحجم 4470 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع 18 واط. البطارية دائما في أجهزة نوكيا ما تحس أنه الرقم كبير إلا بعد ما تستخدم الجهاز، لأنه فعلا استخدامك للجهاز شيء بسيط جدا بيروح من البطارية. النظام والواجهة خفيفة جدا على أجهزة نوكيا. من وجهة نظري الجهاز، الجهاز عملي أكثر من أنه جهاز ترفيهي. يعني الجهاز عليه أحدث أنظمة الأندرويد، أندرويد 11، يدعم التحديثات الأمنية الشهرية، يدعم ترقيات النظام حتى 3 سنوات، عندك بطارية ممتازة جدا بالذات باستخدام الجهاز، ويدعم الـ NFC ويدعم الـ 5G. يعني عندك هذه أهم الأشياء. أتمنى أشوف رأيك في صندوق التعليقات، وهل تمتلك جهاز نوكيا أم لا؟ يعطيكم ألف عافية. بكذا أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة، وفي أمان الله.